فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: هل لمن أتقن فقه أحد المذاهب أن يفتي بهذا المذهب؟ هل لمن أتقن فقه أحد المذاهب الأربعة أن يفتي بهذا المذهب؟ ما يفتي بمجرد المذهب، يفتي بالدليل. إذا عرف دليل هذا القول من المذهب فإنه يفتي به، وإذا لم يعرف دليله فإنه لا يفتي به. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.